بالمناسبة بعد ما سمعوني من ان انا قلت الكلمتين دول فراحهم احنا بنسمعهم برضو، فقالوا ايه طب نعمل لهم عملية بقى عشان ايه، عشان نأكد ان احنا عايزين يجوا من بره يعملوا عملية عشان يأكدوا ان احنا لسه موجودين. فعشان كده احنا لازم نبقى دايما منتبهين، وزي ما بيقولوا كده يفضل السلاح صاحي، يفضل السلاح صاحي. السلاح ده انا عمري ما كلمت في العلن كده، ودايما كنت لما بقولها كانوا الناس بتوع يعني اللي مسؤولين على الاعلام يروحوا شايلينها من يشيلوها من المقطع بتاعي لما تيجي تكون متسجله. مش هيقدروا يعملوا كده دلوقتي، مش هيقدروا يعملوا كده دلوقتي. صحيح.